اللجان اللي بتنزل بشكل مفاجئ على المدارس بترصد اي حالات يكون فيها الوقائع المماثله. لكن خليني اقول لحضرتك ان احنا الفتره الاخيره تقريبا من شهر 10 اللي فات واحنا ما رصدناش ولا حاله بهذا الشكل. اخر حاله، الحاله اللي كانت شهيره برفع علم احد الدول الاجنبيه في احتفاليه كانت خاصه بالحرب العالميه، والحمد لله ازيلت المخالفه، ودلوقتي ما اعتقدش ان في مدرسه عندها هذه المخالفه، لان احنا عندنا لجان كتير نزلت مدارس كتير عشان تشوف الترصد ده، ما كانش موجود وما عندناش شكاوى في هذا الشأن بالمره.